السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري والشعفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين، قال وبه قال حدثنا سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. المؤمنون إن شاء الله تعالى الأمة رسول الله تردد نطح إن شاء الله تعالى شهر رمضان لجان ينركن لجان من أركان الإسلام. موضوع حديثنا وموضوع درسنا شهر رمضان. رمضان الفرائض المناسك المكروهات المبطلات وما يحتاج إليه من تصحيحات وإتمام. وإن كان نردد النغوي إن شاء الله لمن رسول الله، فانتبهوا واتعظوا. كل ما يستحل من قدر ربي تبارك وتعالى سان شهر رمضان يكمل يتصل بلوح المحفوظ لين حباب يوم الجزاء يوم الميزان، فلينتبه يجد العقل يرد كم الضمير تصحيح رمضان الفريضة رمضان. اتفق الكتاب والسنة على فريضة شهر رمضان، اتفق القرآن الكريم الكتب السماوية كلها سابقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه لإجماع العلماء للقياس للصنبات للاجتهاد المذاهب الأربعون لكل الاتفاق حق البحورة فريضة رمضان، أنه فرض من الله تعالى بواسطة سيدنا جبريل. إذ الفرض الدقاء رمضان رضى ربي تبارك وتعالى من السماء إلى الأرض إجنوان سواكال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. في النبي صلى الله عليه وسلم دانت لانت في العبادات يقال بشر يقال قصر ربي أدلو منز العمر اللي تعيش لومن رسول الله حقي وكال يقال في اللسن شهر رمضان فرض عينين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ساعتنا التوبة الفريضان رمضان حقي وكال هل لومن رسول الله تكمل هل القيام السعادة الدجالات تسنفه لخرب العالم ولكو يتحفل لومح الهلاك انت دمير العالم. أينه لقين شهر رمضان انت اللي كل كان سيد الشهور، وكان النص القرآن الكريم دليل القرآن ماسي قال رمضان الفرض يتكون ما تجحن نعد ما يسجرن ولو أنك تشكان فهو كافر مرتد ويقتل كفرا لا شرع يقتل كفرا. كل ما تجحن كل ما تشكان إنك كذا ورقي الفرض هاتني كفر تبرأت منه ذمة الله وذمة رسول الله. أما القرآن الكريم المؤمنون القرآن الكريم هاتني النص يشكد سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم. هالنص القرآن يتلى إلى قيام الساعة. إن ربي تبارك وتعالى واولوا مني نمس اسم جنة يلي مني جنة كامل جنة حقيقي ومن نص الفرائض نحن لوجود نحن تمسكن السند نمي بينا اقتدنس الكتاب له السنسة دلسن مقيل يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أصلوا يتنفعوا النسب ولا المال ولا تروى إنه لقنا القلب نيت توسلم نمسا الله مرض الظاهر يد الباطنية
إن ربي تبارك وتعالى وهو اللي جايني مؤمن تحقق لي اسم الجنة. هادي نفرط في اللون شهر رمضان كراي جات السنة والمدالة الشروط نتكليف الشروط نتصيح الشروط الكمال عني قفل الشهر رمضان فرض عينين في القوانين النس الحجوج الشرعية هاي تلقى القيت تبحث مالك سيد تصحو رمضان. إن ربي تبارك وتعالى كما كتب كما فرض يكليت نفرض واللي زرينين قبل نون هي رمضان إلا قبل لهم مايا ولكن وليكي 30 يوم وليكي الشركة اللي قايل لهم مايا لا اللي تقايل عدد يضني اللي سولي عليهم بلا ربي تبارك وتعالى إلا ما مو يقال أسبوع إلا ما مو يقال 15 يوم إلا ما مو يقال كرات وسان إلا ما مو يقال 10 أيام لهم مايا دنتات يسوك تصرف بها رمضان 30 يوم نحضرنا يور 29 يوم. قال تعالى لعلكم تتقون باش تجمد حتى وحصل التقوى النقاء الطهرة القبول تجمد في الحنين إلى وقت نسل أياما معدودات لنا ربي تبارك وتعالى كروستان رمضانا طفل لحصى وقد أحصاهم عدهم عدان كاسم ربي تبارك وتعالى يلي حصى يبينون من لول الشهر يغتزر ما يرمس شعبان هل تقش الشهر 29 يوم رقى 30 يجوز شرعا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 يوما أو 30 يوما يمكن يوقع عن رسول الله لغسك الاعتكاف أمس المسجد الشهر يلي ويلي فوق أمس الاعتكاف فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يغل المانع يويل أريد توزراء أريد تقشع بان 30 يلي المشروع تلي تسير عمس رمضان كذلك رمضان يغل ويول تقريرات نسعد ليني سيم الدين التوسكانين يغتوكوا نظران مقاطر زري ما تبقى أركن شادنس لسي نربي واشيدو ذو يعدل منكم أدقين ميت نقانين إديانين توسكانين يغزل الشهر رمضان أردغ التيري فطار عيد دحميد سين خلايق يغتور زرين سين يغتي زرين ورقاز ثلاث مغارين إن التوسكين حتى انت مسلمين الباب يحرج فرجل وامرأة تاني شكون تتأتي مغارين هاتف كنت شهادة زون رمضان ولا الشهر لابد نسنات شهادة يتمغارة تتو تقبل الحصة لا تجوز شهادة امرأة واحدة من شرعان أياما معدودات الباب يحرج واحد للقرآن الكريم لمن رسول الله هل ليتا أغدي بين ربي الفريضان رمضان يويت الجبريل يقوزت في رسول الله يسلمات من يغدي فرض ربي رمضان يتوفر دغ المدينة توفر دغ المدينة أشكر الفرائض الإسلام قال منه واد قال صديس وكان سين توفر دغ مكة أعطيني بيّن العقيدة تظليت أقول له نقوز تظليت الجمعة الزكاة رمضان الحج وغدي فرض ربي المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أشكر الحياة من رسول الله توبة على قسماني أرى رمضان المؤمنون أرى الحديث من رسول الله هاد لي القرى غير هذا تفهمني مؤمن القرآن الكريم يتلى يقول وكلي رسول الله عيسى نتفكي مام الزوب هان ربوري التعبيد الأمة سكلا العقلية ولا كرام ستارت ولا كرام والناقي يقولني السحلة يمي قدر ربي تبارك وتعالى هان نكون حسب ربي رمضان بعد الزكاة أشكر أركان الإسلام اللي ينضلوا الحديثة بني الإسلام على 50 إذا كنت حسب ربي أركان الخمسة يا نسيان العقيدة تظليت لسبعة الزكاة يقول في الله رمضان هل وانا ينلح يوم لقاء الله يوم الحشر يوم الندامة يوم السكرة يوم الانفراد هل وانا ينلح هانا قسم مرتم هانا ربي تبارك وتعالى ولا صفر مولو هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة لكل شيء زكاة هل كريقة الحاجة هل من رسول الله طف الزكاة التزكي أرجز ستيا الحق يقال حق ربي تبارك وتعالى غلا موال غلا بهائم كل ما جت ولا الحبوب على ذات الخرق ذات الخرق عموما إن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي غنيران الأمانو هذا صحة ربي صحة أما سلم السادس يتقحتان أتقصح نون يكليت قاتل سيدنا نوح الزمان قاتل سيدنا نوح قال بشر يعيش حق الأرض 950 سنة يكليت سنة ربي فلبت فيهم ألف سنة إلا 50 عاما 950 سنة يعيش سيدنا نوح وليقع على مسجد داتنس وتنقص وتموتي وتغي الضعف ولا يغتتع بماذا يحفظ الله يحفظك لسنا النبي صلى الله عليه وسلم أذوك تحفظهم الأوامر نربي الفرائض نربي الأحكام نربي هاتي ركني حفظ يطلع حفظ اللي حتى عجب لجنو لا لنس وركني لك مفوز وكهاتي إن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الحديثة اللي لا يندغن به نفس فما تسلمتك وأن يسهل هذا سيحفظ ربي الصحنس هذا سلوق عن نقص ولا تنسو ولا لنشقة ولا لكم التفاس العدو أذوص مريض الظاهر ولا الباطن ولا القلب ولا الذات ما يسكر لكل شيء زكاة جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام كريقات الحاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنطف الزكنز التزكي التعصير
دات ما يقال العشرنس ما يقال الزكانس يقال رمضان وزكاة الجسدي الصيام كي قات يخفوش قواس يفرض يزن ربي تبارك وتعالى شهر رمضان اتتظمن من رسول الله صلى فريضان ربي تقال مستمرة في الجن في الانس في المؤمن في المنافق في كفري الكفار غلاب يقواس في الاسم رمضان اسكا كفر وركش من الاسلام يتوقن في الاسم الباب غما نغيك لنا وانا ادوكم بيزن الله كرا بيزن لا اله الا الله تحسن تبعا الفرائض هي اما الاحكام ربي كل ما الا تطبق الفلاس النوع البشري بل تقلين الجن ولا الانس ولا الملائكه ولا الروحانيين الوحوش البهايم الحشرات العبره التسبيح نكني المراقبه الجزاء هي والنيران تفك الصحه النفس المشاكل النقصان تتزكو يغيرك يغفوش كواس يغيرك مالو ما رسول الله يغفوش كواس عند 11 شهر ايوني يسلم ربي تبارك وتعالى اديت انت الشتات اتسام الشهوات غنيكاه الجوالات غيمو الدوتن غلا سباب جميع حلا انواع من الرواج هاك هيك يغنوا 12 شهر واللي كان مغرير الناس كواس كسر بي حتى انت مغارز انت كان في الشهر رمضان اللي خاطب ربي تبارك وتعالى بقوله يحكم كل اللي قضى رمضان يتفهم بهرا دوانا بهرا يتفهم القول الحديث ولا غير رسخيكا هن رمضان اي كان ام غير سكواس قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هد لي القران سوره البقره اذ شهر رمضان اي كان ام غير سكواس انت كل طبعا العمل وسكواس والنمو يسمي شهر رمضان فيات الحجار حلحي الجنس غتزلي تنس صدقه تنس حلا خلق تنس حتى خوانس هن رمضان اي كان ام غير سكواس هن وانا حيضيع رمضان يشات نحاس يقلك حلا خلق رمضان العيض رمضان النطق رمضان تكون ما قالت الحاجه رمضان وانا حيضيع رمضان انت برات منه ذمه الله وذمه رسول الله بيد غير هذا مزون كايها المسلم الضعيف هاتي لا تشد ما ايمايس الشعب واللي قني رمضان واللي يزيد يعني يتسع اشهد لي اشكر اظني وقال هي غير تسكن دات ما تيكان رمضان اتي كان يقيروهم سياط الرغبه ديال الرهبه الرغبه اللي نحضر ربي الخير يوم الجزاء يوم البقاء يقصد اللي نحضر ربي العذاب المناقشه المحاسبه يقر شهر رمضان يسكن يوزو من سيكلي كا يسكن رمضان سلاخ لقنص الفرايض نسي وقرت غير 30 يوم نحت 29 يوم قاتي هنا يتلحالي في الحالة اول اللي يدرون جمزي لحدان الحكماء هنا يتلحال لمن رسول الله ان الله مع الصابرين اي سبوب رموم يحارب النفس يحارب الشيطان يحارب الهوى امو منو يسكن الاقتداس الفجار هن ربي ياري تصبري وانا الشهرين رمضان يوسك واس نحسين نحت تكراد اشكين تتموضان يتنر بيسا التنس يتنس الحمقى يتنس الفلاس هان ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هان نص المصلى واس العيد ادي تخلص ربي الصائمون ليلة رمضان وكان وين لازمنين او ان ضردات التيتورغي ادات نقي فكين زكاة ادات نسن تلي ادات نسن حلا ما ناس قوس وضان وين الشهرين رمضان وين ذلم قدير اما صلى المصلى يسين دو دماؤن سيني فلاس الغضب نرب الزمن والدفن واللي بولغمان ولا عذاب ولا خيرات يشاق تلا قلاس العذاب نرب يوم القيامة والعياذ بالله لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام هل حديث لي زوار لمساء انتصحنا رمضان وكان فريضا رمضان هني التوفرد في رسول الله في السنة الثانية من الهجرة ويسيس وفن حل الهجرة لغنكش من رسول الله المدينة أدفل سفر ضرب رمضان يكتن لرسول الله وتايل لرمضان لغيوش لسقوات زوار يفي النمس المدينة اليهود بنو إسرائيل فادي نغل المدينة شكو حتى انت تبكري المدينة اسمت تضرب بسيات الباس تقاح العواصم اليهود يفلت نجي سيدنا موسى في اول الزمن من سيدنا موسى تغانا قيس تبقيت اليهود زدغنقيز اللي غتي ديكش من رسول الله المسلمون المهاجرون يفي تجدين ولكن يكون تبتدر يوم عشرة السوء عشر نفس اسم يوم عشرة حتى انت الفضيلة نستقوت حشرة يعني تقيس ربي مرة ولا نبيا كي جاتيان يتعرض سيال الهلاك قوتني فكوت يضرب بحي يوم عشرة ما نستي قال السنة عشرية الشهر ربي المحرم الشهر المحرم السنة عشرية مجيز التي قال غسنا دلو عشرة استظم البنو إسرائيل يفيتني رسول الله استظم فسألهم عن صيام يوم عشرة اسكتنا غسن إنا يسن ما شأنكم غسا ما ينسى ما فتظم غسا دا اليهود ننا سياب القسيمة فقنس الكنيانس ننا سياب القسيمي أخذناه عن موسى يفلحتي موسى الكريم موسى بن عمران انت نحتي دي في النار تنتظم توقت من سلسل مناجاة نس دي اللي بضرب بالمناجاة فتم ميقات ربه 40 ليلة تان أصنع 40 ومكمل تس غسان يسول النبي صلى الله عليه وسلم إن اسمي بنو إسرائيل ولي صغير المدي إن اسم نحن أحق بموسى منكم نكرايق أنا ولا اسم موسى ولي يكني فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه واجبا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون لانصاريت المدينة المهاجرون إلى مكة يأمر أصنع التظم السوء عشور
يكتني قال فرض قال واجب واحد وتد ليلا اللي حتى دوري فرض ربي رمضان السوء عشر الدكا يدور شقوس أظن تمد هن واجب وشقوس ودان كان رسول الله كلا يكملوا كون رسول الله شقوس والسين إكسيم تكويد الفريضة رمضان يا ويت جبري ناس ربي تبارك وتعالى 30 يوم شهر رمضان رسول محمد كي كيد لما الكيسم قالينو وينا قاليني مؤمن قين المفلحون قين المتقون قين التايبون المتطهرون وتنحسب غسلوا لي غسا وتنحسب يوم اللقاء يوم الجزاء يوم التنادي يوم الحصرة يوكد رمضان ثم نسخ بعده وكان السوء شور التنسخ فرضا شور شلت لي يقول لي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت يسن ولكن مفضلا سيد راكنس هانت قلت حصرة هان جرب جرب العارفون عيت العرفان اللي غنوا حتى تضفينا تتزمن غسادي غامر جي زكار بسنتين ألقي زكا لا جرنسي سقوسن وانا يزمن السوء شور إن رسول الله يتزم رسول الله سنتسعة أسقوسا اللي غريت تتفير إن إن عشت لا أصومن التسعة والعشرة سفيدة زمسنا رسول الله إنها النحي يمر به عيش يغتوى التوفح رضا زمها سنتسعة ولا سنعشرة شكوى سنتسعة يوم حرم محرم هتتزم رسول الله ثم لا سيستبعى ويستعشرة شكوى هن أزوم العشرة يساقي سنتزم تحل عيدا ولا نشتا كل الأعياد الدين الجيز نشتا عيد الأضحى العيد نتفسك ولا وين رمضان ولا وين المولد يساقي نشتا الطعامر نتفرح وعشوره يوم عاشوراء العيد نتاي قوي اللي مساك عرقيز نتظم والنير نجي هنا المؤمنون الدواء الخباب يعسي ستفتوض في النملة اللي من يزوجون بالصوت نصر القرآن هنحتى تضف في نفسه عشوراء التظم وركش وانت وركلينت تعظيما لذاك اليوم عظمت غسنا شكو ان ربي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير انه عند ربه كل ما يتعظم الحرمات ربي وليت سنمانيات يعظم اختار يقول اختار هلك هني فوق في الولاية الباب يحرز السن عاشوراء التنسيخ اشكو هن رمضان وزوم لن 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 وفلنس لن المستحبات الا الفرض وكان رسول الله الفرض هاتي لتنبين غير شهر رمضان واللي قال السند هاتي حتى ستة نشرة رجب لنقي ست ايام ان النبي صلى الله عليه وسلم من صام الخميس والجمعة والسبت في شهر رجب وان يزومنا الامان السل الخميس الوس الجمع الوس السبت حشر رجب وان يزوم المشهد الزدين متتابعين غدورا الطال والنطن يظمن مشى بالدفل لسني دوم حر عمرنس ولقد يظمن يشقس يحدي ظهور يشقس ورتي دياغو هو وين قال العبادة المنافق المستهزيان ويتقوى ربه العمل على النفي دوم باب نسم خير العمل ما دام عليه صاحبه أرقز نكر باسم جنس اللي يظمن العبادة 900 سنة لعمر سيدنا نوح أي يكر باسم جنس اللي يظمن تلك يامات حرجة أو هو غدي دوم بالدفل لسم رسول الله هاي إلي نوسان يضنين يوم عشرة إلي وس يضنين يوم عشرة يقدر أنت تسيس قواسن أصنع عرفة ولا أنت يقدر تسيس قواسن ما نستطيع قان أصنع تسعة حدو الحيج ولا غادرت التزم رسول الله إلي أنت ثلاث أيام يضنين حكرا يقات الشهر أيام البيض كي يقات أنا يذكر بعشرة أنت نقدر الظهر زون كل يوم رخل قلع منص والناس نصدر إنا يرح الشهر يو كرد وسان كي يقات يقوسا يذكر بمر وسان النار بمن جاء بالحسنات فله عشر أمثالها أدوك تزم يا وسيف كون ربي عشرة هان تلت يام حكرا قتايو هان تلت يام مصن رجب هان نصو عشور هان نصن عرفة هان غيض غيلات نتزم رسول الله ثم ومع ذلك بعده إلي نوافل أضنين بلاغوي زونت 15 ومزوالين حشعبان هاتن كل يتزم رسول الله هانتني كل شرط نتزم أرى رمضان المؤمنون رمضان اللي التوفرد أسقوس ويسين حل هجرة أسقوس الفريضة باتفاق الكتاب والسنة اتفق القرآن الحديث الفقه المذاهب 40 هنكون ما يجحدنا الفريضة نصنع سجر أولي لما أنا قلت أن يسوق على مثل حياة نسب وكان رمضان إن جزء النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم فهو له كل ما قلت العمل لا يسكر يسنى دماء اغتظلي ولا زكا ولا الحج ولا الصدق كل ما يسكر هنو ينسيق آتي التورة سجزي الدحتايان يوم القيامة لتنيزن أرجزني قويس لفا إن ورقين رمضان إن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصيام فهو لي اختدت من حديث القدسية احتقاختها وتقاختها حال حديث البخاري أشكو الحديث من رسول الله سجاسي لنوع تلا القدسي يوتيد لوحي تلاتي البخاري اللي قال المؤلف لحديث من رسول الله سيدي محمد بن اسماعيل هاتي انتتي نت رسول الله وقال لا فرق رسول الله وما ينطق عن الهوى هاني خاطب تربح سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم الحادثات من الحادث القدسيات كل يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى الرضا
او السيدات ذا هذه سنة الحديات الفضائل اللي طفر رمضان اللي شكون يقول العبادات اتكت ظليت اللي احترم الناقص ربي وإنها هلكة كبيرة تمشات رمضان ادعني سرست دوبري زرات معنا الحديث ان ربي تبارك وتعالى هل ناس مكاينو كل ما قالت العمل الناس كي ابن ادم هل وين صدق هل عادات نس ولا العبادات حتى ظلي ولا زكا ولا الحج ولا العمره ولا كريسك طوب في ومن ابنا كل ما يسكن تبا كل ما يسكن الفراش هل وين صدق عندنا وليد رمضان صيام رمضان ان ربي تبارك وتعالى هل ناس مكاينو وين يايقا هانت مقطر زومت هان وين يايقا لتسيح قل عملك هان كريك في الناس يخلص شوف الحكمة ربي كله ربي يخلص في العمل اسمك ولكن رمضان بهرة نفتي بين ربي رمضان حق العبادات هي الدرجة لستقوت وكفاه شرفا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن ربي تبارك وتعالى غسل ريون نخلص اسم جنة في رمضان هان نرقزنك حياة الحسنة انت نرقزنك سبعين اللي عسك وان الحكمة بو سبعين جالس الحكماء قالوا من رسول الله صاحب السبعينات اشكو كلي قالت الحسنة السبعين 700 الرضا اللي غيبين النبي صلى الله عليه وسلم يا اللي خلق انت يكشم لي انت غير صرامتها يكلي سننا اشكور ظن ربي هالنرخة اكفلون يشقوك نوح العصرة النمي شقا هالنرخة غير مغاز بشقين الفوسي تزاهد مثل استطاع النون عن ربي ناموت الظلم ولا كل سيسي كلف اي ناموت الظلم ولا كل سيسي كلف يحت صحيت رتعب الصحة القوة يحتمرت رتعب الطرب بس الاستطاع يحتمود دس الاستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الباب يحرز أرقزي تخلص ربي 70 حسنة 700 الرضا لخلق قد غلاد ما يسوق عني بينت رسول الله انت يقال قايدا يقابها لا الفجر مقورن تحكم ديز النفس الشهوان ولكن هذا كان يقرب الأركل للتعصر بيسقوز ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أسقوز كله 11 شهر أولاي الظام أولاي نكن أولاي متغى المشاكل ضخوضة هاي التخدام ولكن هذا كان يقرب رمضان حسغة من 8 أيام أريد كل خلقة ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عبدا من عباد الله تعالى أنه يعظم رمضان ويصوم رمضان ويقوم في ليالي رمضان ويتنزه ويبعد نفسه عن الاختلاطات في شهر رمضان ما يسوق على الباب يحرير انتبهوا رد العقل للأمة رسول الله أدوك غمان 8 يامي رمضان إنك تضى لضم القرن يفطها ليكمل لضم القرن يتضى لضم الجنابة إلسي أين قيد داتنس إلسي كسوتين قيد أدوك ونكشم رمضان في الطهر يكمل أريد تزوم الخلقة رمضان أريد تظل يزال يزال ترويحات يحكم هيمينس يحكم حوالنس أمزوغنس يضارنس يكسو دربي الخوف اللي مرزاني درنا يروضان رمضان الناس ورمضان يكلي كيف دربي غل كتوب يكلي ولي بديري أويون يبدر كيسا يليس كيف در ورقك كعصو حربو ورقك كرهية الحاجة هرشن أدو كان دعي فوق رمضان ظل نبيد نحلم صلى الله يرزم دعا الخلق اللي الشيط اللي نسي بالك إذا يدي موتي يبين رسول الله الخلقه اللي غنيوش كاس المحشر يوم الجزاء الناس ربي تضاوك العبدي إذا لقى القائد أن كيس مكينو أربع لا تقتي الحدود تعمل وتقول وتفعل وتخالف ولكن نفنى مثل ميزانيا لك الصحيفة لك التعظيم من رمضان دلوى قرنس نزهانس إكليس جيهن النار تسكارت هن حتى نكني كلي تعظمت رمضان هن لا نكني نسحيق كيس مقلح هن لا مناقشة ولا حساب الله يهني على السلامة الخلق قد يجيس ساس كله في المشاكل ورسمي قريح تات غير رمضان ليقر إياكم ثم وإياكم هن رمضان تبرت نستا وغرات وش كتكاد لقدام وقالت سينا متصدارم قد حل أبرار قد حل متقون قد حيتنا قد هي التقوى هل المؤمنون يتي الخلق رمضان إن النبي صلى الله عليه وسلم ملك لا يوما من أيام رمضان ما اختار غير هذا سنكشي عوز في دزمس إن النبي صلى الله عليه وسلم إنها أن الأمن والنقيقون إشان يوس رمضان بغير عدرين كلا العدر درس لي ولمدي ودرس الهرمي قال نوقع ودرس العدر النسوي ودرس المجاعة ودرس كلا ذي قال نوقعين إن كل الشيت عمدان لم يقضيه عنه صيام الطهر إن النبي صلى الله عليه وسلم يحكوا لي إن كل خلقان يزوم لعمر الدنيا كله مش كلا تكدوني 50,000 عام والله تعالى أعلم هذا نشاهد كل عمر 50,000 عام يوس الأخيرة يحكوا لي كل خلقان يزوم لعمر الدنيا كله هانو رد فلي قضوا غسان لي شهر رمضان ولد دي قضوا بماذا اللي يكر بي غسان اللي يضيع ولد فلي غل اللي صفاتنا غسان ولد فلي درك هان رمضان اداس في كميات النزاهة ديال القر ادي زوز قرمي دقيقة لا غلاكل ولا الشراب ولا المسببات الشهوات غلزيمة حس مقال هان رمضان ارقز التيري اسمك نربيح الحبس الصيام سجن الله في الارض هان رمضان الحبس نربيه
هي 366 وزور 366 وزور يتيح الحبس ألن هادو اسمو قند إمزا أو السليدن إلا لذكر الله إدار أو الدنسماني إلا تجمد لما كان صلاحتك تمزقيدا نائفة سن أدور غنيات الحاجة نفر التفق الكتاب السند أحليق أدور تكسمات الحاجة أين نوريك إن الحاجة نمو تيوت الخبار إسف لاسي التفق الكتاب السند إستقال حلال أثنو قرم هان 366 وزور أي التظمنا لمن رسول الله منك لا يومان من أيام رمضان بغير عذرين لم يقضيه عنه صيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ورواية هذا الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الرواية الحديثة صحابي اللي تيجي نقل الحضرة رسول الله سيد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أو فهمت معنى الحديثة أتي المتستية أن لمن رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم والنيشان يوس رمضان وذاسك العدر واللي اشتنين رمضان أتي بيدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدن القرآن الكريم اللي قالوا كنا بيدي وكان حيث قال تعالى والنور الذي أنزل معه نربي هنيا النور الزوجتين فرقسنا محمد يبين تبيانا لكل شيء هل هو التبيان غرسني لكي غرسني النجد والنجد والفلاح يبين أولو الخسران يبين وين رضا يبين وين ترزي وكان يبين رسول الله اللي ليشتا وأن الدين العدر انت السن رمضان ايش هاتي ريش الباب يحرز لا حرج عليه وفلاس اللي كان يتمحشرة وكان الأعدار نحشرة هاتي الطوبضان إلا الفرق حقرات ناحية من الأعدار لن واللي ليشتا شهران هاد الشين شهران السغن لحفيت أتنكولو زين واتجار لا الولي رشتا المقاولات المسائل القوانين جند الفاكيت جند التفيي جند الدواز لا الولي رادوري شتا جهران التسيني مكن القوت ما يكن القوة الروح لسن اي قرص ما شكون روحهم من حضار ربي اريكات رمضان اللي حرمي روحهم من يوم رمضان كل ما سيحتفظ عموما في الصحة هاتي رد تسكر احتظليت ولا رمضان ولا الحج كلا قد حاجة هنا من غير ذلك غنى لا إله إلا الله محمد رسول الله هات النوف رمضان وكل أحد لا دمت قال حيث قال تعالى فمن كان منكم مريضا هو اللي زور بيشتا المريض واللي مريض واللي مريض يتمضون تلاقي يتمضون يجن مؤطرت وتنبه راقي وكتمضون تقال أنواع تلاتمضون تحضك أحدات الخرق ماشي غيازون التزايد ستجرب يجرب غي كان هو دريشتا ودخلص رب دايشتا كيس ربيات الحورية ابدايشتا غواد اشكو يجرب طمضون تانت حباكيز هادو كان يازوم يووس ارقص طرنت كرت الحبات هاوات طمضون تادنس تقال معنوي ارستي تسلك الرمضان التهياج غواد رب دايشتا صافي إلا واللي احتلات مضون تيقان تارسميت زون تورين زون سكوار زون غالي متين من الكونسير زون كان الحاجة يضني زون ذكراوي زون طمضون تيحت قوة يزي الخلق دار الدكاترة قالي نايت اللوب بيت العقل الدكاترة صحانين يضبيب الصحانين ننكب بدات شتات غويني في كيس نشعل هدن اعترف الشعس الكريمة يضبيبنا لوانا احتلات مضون تان انت صافي اعتزل اعتني قايني غي لاجر خلاص إنس ربي تبارك وتعالى كل عبد يرشتا يحكى سولي غام حدتني كلامك القوى ما ستيني سشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هل كيريك نفكتوب لي دون واللي رأي يظم ولو اللي رأي حجل وكل ما ريسك هي تمضون تقاسي لنوع يغن توتر تلي تهيج رمضان أبدأ يشتا بابس تلي حي تعوان رمضان أهلك الخرق أي متنهجي جوقع كلا انتفروا أبدأ يشتا ولا انت هارك حجي حزني ضبابن ان انا سوديك غلا هلقي كلمي كل اعتدال هاركي غيجي وكان اللي يشحو السنان اللي هنقي ستر صمادونت يغيجي تشمتي القوة هاتي الناس الترى هاتي الترى يا هاد اللي سألو رجاك اكهمو تصمادونتا هن فإن الله غني عن الجميع عن التقارين هل ربي تبارك وتعالى يقال الغني قال المطلق ونحن محتاجون إليه سؤال كنا يحتاج شمس ربي تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صمادونت يحتقى ضعفا ما اسم التأطور هني إحبه ليك تومرات ريش مالكش ريش أرني أكيد دات نسيمي كل القوى ما ستقوى ما ستقوى لرقم الحياة المانو أي اللي متني من المانو كل لسان النون ما يقال المانو قوت اليوم قوت لمعة قوت العروق ما سقويني زورانا تمشي دا من حداتها لو كان الشيميك لو ريش تصل شهر يميك يحضو أشكو إنه عدو إيموضان الناس نربي تبارك وتعالى وعن تصومو أشكو المارض المسافر هاتي الله يتنسخ طيع الناس نربي تبارك وتعالى هلو اللي في كيس الناد نتشين رمضان يغيط تومرات ايش المسافر واللي مدان يغيقوا اشكوا مدو حتى انتقي الشروط حشرع يغيقوا جولين الشروط ورقشت ايقا مدو يحلان يحي حرم ورقشت يحتشي تكمسة هنما تسي تسليعتي حلان ردشت يحتشي تسليعتي حرم يحتشي رمضان تدوسوا بيس القرار اشكوا مدو لابد يحلو تسي تسليعتي حلان هاتي ردشت
خلق الذي يحمد دغ رمضان مثلا يسير كيف نغيوس الشراب على هراء ريس أبدا الباب يحري بغض بفندش لابد يقوم الدواء دي حلال يسير سلعة حلال سولي النظر بيولي مريض تولي مدان وأنت صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا تكلفنا ضزومن أتكلفنا رمضان أزومن أركي حتى أكفقني ويالسن هاتي من الليل هات دوخة خرب قردتوه لكن عدي المادة حسيني ميك كون ولي مدان ماني كي قنصتو مدو أي مدو قبل الفجر قبل تادي غولي الفجر يفوقسو مدو غواد هن ريش يغولي مدى بلا ليه دي غولي الفجر وهو ريش تا وريش صغاري حتى ومرات غوادي غشا هني لما ينان همس المذاهب لحكام العلماء إلا ما ينان هن تدفرت الكفارة ولا غسل أشكو السا يحصلوه مدو أي فوق قبل الفجر وتادي غولي الفجر إما ولي ولي مدين أبلا ليه دي غولي الفجر تكتفوت الدنيا غادي رايش تا هاركي غيتا ومرات كاريش شوا اشكون يغوي طلع يغوي طلع الفجر ما سنت مزيد دوم الدون تاع الشروط نس اي قوي القصر اي يعني النوع اللي غتقصر تظلي مش كذا من العلماء من قالت 90 كيلومتر ومنهم من قال 50 50 كيلومتر 90 كيلومتر مثلا الناس يحغي نقاد ضعفاء الناس اسلق اقل عددا 50 كيلومتر يغوا كلنا مسو مدو ايوا هاتي راي ريش خلق رمضان ريش رمضان يغي فوق قبل الفجر يحكوا لي فوق حتى ما زيد وتادي غلي الفجر هاتي ريش تا ريش تصلي احتياط جهرانه يمك ما سكن اشكو مدو ان جز رسول الله السفر قطعه من العذاب السفر قطعه من العذاب امد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيت غات جهنم غينا في ضرب بين وفي اسم كنز 17 رمضان ايوا يا سيد الرباعي يا سكاس السنات تصاليت انت زوار تقزين طيط سي سنات ركعات مدنا الزر الكوز اللي حضرني اسم ربي اللي مدنا الزر سنات ان الله بالناس لرؤوف رحيم ربي تبارك وتعالى يجي لله يرحم في اسم جنس يا الرحمه يا الرافه لا تذكروا ذكران كاين ربي تبارك وتعالى تصوم هاتي رمضان طبيب مقولنا جاي الدال صوموا تصحوا راسل بينا الحديثه اتبي تحنيت فلاس طبيب مقولنا يا رمضان الدال هادو كاليك شمس الدات راسي زي الامتحان غير اللي كل اللذا الميكروبات الويلات اللي حضان حب على الخلق دلمعانس دلمعيده يك شمس تاعي سيلت يسير المراره استول لك من قمال بين تسجدين يسير مثلا المصرانه اسيقن تسجد زيت فروضو يسير لك العموم يسيتي الغمار يسيتي المرار الحاصل عشت واللي مدان امد هذا القصر عشت مش الناس نسخلا يطيا الناس نضرب بيحت زرمة تزوم يحت صبرم هن رتهم سلوش ويل ما شقا دوي اللي مساك هذا وين ايت تمازيتيان تاهم كل مشين قيل كلهم يدعى لك اشكو راجل رمضان كله قيصر ظلميد هذا حكا قيصر يصحمر بالحق قد دهنك على خير نسولي افحدا ما سليمان لهنا عيسن وفق ربي المسلمون ويجي وكال اتقلقت على خير الاركان الاسلام ادرسون فمن كان منكم مريضا او على سفرين فعدة من ايام اخرى الناس نربي غويد الشال وكان لقنا في رمضان وتجيب وتتجمع حمود الدركي تجيب هي في رمضان كرارم انك عجبنا نكيز سواء تروت تحت قرص اللي قصر وسان سواء تروت تنام مصنصي انك عجبنا نكيز الباب يحريز يفكيك ربي تبارك وتعالى اي سمي ربيات الحرية اجيت نكي يردو جانبيت اللي قايت لجا 50 سنتيم هكا تسوي وقتيت الماكلة ولا مال تظن ترى ماكلة ملكة يسيرو تايدان ربي يحتن تروت الصيف كراس التوعدام كراس الطعرة قدات كي قدت مقيت العرق سمراوت الحسنات يكنا كاتري تغدتنا كي احتعرق اتزيت تحضر ربي الدرجة داتنك يحور تعريق او التويت مكلي التويت فلست احتسبل بتفلست يتقلينس ايه وتنفع الشرط ربي تبارك وتعالى هانت لم يوس اللي غدت من قيام ربي غدت كمل تظليد يكمل رمضان كمل تسلوكات كمل الصدقات يكمل كلارا يكمل سل ولا حرق ربي السلام تلا يتطوي ان اخذه هالي من شديد ايام ما غاتي دات التعرق دات تمرتم ما ديات نيشتان هاسين أرشتان صبيان وإذا دلنتني إن رسول الله رفع القلم عن ثلاثين الزلم الزين احتوري التو كلف أشكو الشروط من رمضان من نواد قال البولو الإسلام العقل وإذا دقال أي التوكلف الخلق الدرسي 18 عام الدرسي للعقل أوريق الأحمق الإسلام أي قا مسلم أوريق كفري أشكو كفري ما يرواس حشرة يرواس يأتي بهم تيسوك من تاقوست تلور بهم تلوري باب نسرق كله رق كله تلوه ورتان رب ورتان الخارق وكوانا التغوينة غرسسنا التجيف كل ما يروين حدود ربي هاتي سيف الشرع كان كان يقعن كفري وكان الاسلام العقل التكليف ها الشروط من رمضان قالت لك رضا وان الدار لان هاتي نرى يزوم وان خصايا نحوي هاتوا يتزوم الفلاس اللي رمضان هي ولي مريض دولي مدان دوا الزلم الزين وتاكل نفع فروخ ولا تفرق عرشتان نتنبك الزلم جهران كراو فانك الزنت
اكشمس جمي استغلى هيت رفع القلم وعاد ارفع ربي القلم فكرات عني الصبي حتى يحتلي ما فوزر مزين ولا تفرقت مزين هكي حتى وكلاب وعاني النايمي حتى يستيقظ جبنا دمي التصن يرفع فلاس ربي القلم هكي هديدي وحيدز ما قالش كله فاتنت الصلوات خمسة قلت لا سيدي والو ما شنو قلنا ديدي وحيدز عين كريت تضري تظلع ومن يقول وعاني المجنون حتى يفرق إن النبي صلى الله عليه وسلم ويسكرد نغوي إيجات المجنون الأحمق قولوا الحمقة إنا فلنا والفلاسني اللي الأركان اللي سلام ورطزوا من تني عرط الماس نال الزيجيزن أهرك مينا سقودرون اللي قد زند المعصرت نتنادك شمين لشن صغي كاني تتكشمس الهبالة النيت مشهد هاي حفظ ربيح الحمقة إسنا لهم من رسول الله هاي تفو من العقل التمييز الفكرة العبراء إيقل بشار إيفل التاريخ حقي وكان إما وليك شمين لشن تسنوفل وليت دوق حقي ما يسنا كل الدهيق أنا فلح إنا يقرب بيسلامت هذا يشرب بالعقل له العقل ما يسكن النور يرسو العلم الطهارة زليت رمضان سموش النور ادي زوج ربي حلي الاسلام والنار انا يحفظ ربي العقل او يدوس برشيد ولا الشوارع يطلع سموسا ولا داس تلهوي دميت دين ما يشتال اشتليت الهرب يا يعني بنادم مقور يا اللي فقير يا العجوز يمقور دار 100 عام حتى 90 عام 110 صافي لا يستطيع شيئا وانت بدا يشتا صافي غادي بحال انت تحضر ربي وادير بحال انت تحضر ربي درس لنا الشعر بدا يشتا وكان كي قالت تولشي لقنا لا تفضل انت روان ستكمي الف لا السفون يا طرف طرف تنزي يا طرف طرف الحبوب نحيا حتى قلت غرم غير تلاح البلاص نص الف لا تصدق يا طرف طرف نتمزين نحتي يرد نحتي الفورس نحينا في الصدق ما قد انت طرف طرف نحتي منس كي ولش هاتي ولش هنا الجيزي قوي اي اللي غنيت نحر رمضان الفقير انت بدا يشتا ولي دار 100 عام يغويت الهرام وشو اللي يحكي محدات نس يا تغمرت ولا يسيجاز ولا يتخدام وانا بدا يشتا يلقمت بغوي دميت يا دين ما يشتان الشتان تمغارين المؤمنات اللي دار العذار العذار العود لي زوان حدان تمغارين يقاتل الحيض لما غاتيت في الاسيق يهجم مثلا رمضان لا دايا الحيض الضرر يا الحيض لا عيلا الحيض هني قال هذا يقال عيلا يقال تماضون ترقيش تنقي الداتا الداتا انت مغارت هو انت تنحت انت تشتى رمضان هاتشتى رمضان انت تشتى شهرا هاخت هذي قال النوع اللي ليش تحتك من شهرا تكابو داش دور قاد انت قلتي فيا انت تسلف كيت انت تسلف الفخر اش كنت تات الا انا نقصان قلت نغدات نس يغنوا تما قال الخروج انا اذا من الحيض ما سدات نس والله لا يستحي من الحق النساء شقيق الجاري في الدين تمغارين قالت هي تمتني رجاز نمس الاسلام ربي تبارك وتعالى رسول الله الا تبين الحاجه الاسلام غير اللي غلنت نجات عموما ورجيز اللي كان حشم ولا كان الحياه اختي تندرش تنت شهرا وكان يغنوا التمقير انت دامنا من الحيض سيت القوة امنت في لفاكيتان هاتي راسس انت صبغا نشقى انت شتان شهران الباب يحرج وكان الحيض رمضان هاني تبع الشرع تم غارت سلعيدات الحيض لعيدات الحيض قامت كرات استير قبور قاز هن رقاز تم غارت تلف ديما ورقاز يساس ربي تم غارت التليف تغراد ورقاز ما يسمى ربي والدي ساغنت القلب يسغيد السومج يسغيد يدوكان هن حتى العيد دايد الحيض هذا استغر يحتوري غري هي الغباك حما قارن لهشت اما قريه فيس ديال بوتاكانت ارسل النعمة ما ربحت كما كيحتني وتربي سلم قديم الرجاز لا بد يلقب تام غارت وكحتى انت تسحر في الشرع اتحضو في الرجاز اي نادي بقانا ما سنتات نسا قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحمهن ان يسحر في الشرع